عليكم يا سنة تالتة، يا رب تكونوا بخير. أنا زميلتكم مي ممدوح في الفرقة الرابعة، وإن شاء الله هبقى معاكم في محاضرتين المديول ده يعني، ويا رب يبقى حضوري خفيف عليكم وإن شاء الله تفهموا مني يعني. مبدئيا أنا آسفة جدا 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 على التأخير، بس يعني انتوا زي ما انتوا شفتوا المحاضرة شكلها عامل ازاي، يعني الداتا محتاجة 5 أيام تتظبط مش نص يوم بس، فأنا بعتذر جدا. ويعني ان شاء الله هنتلافى ده في الشرح النهارده، هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نفهم مع بعض الكلام ونسكمه، علشان هو كتير جدا ويعني صعب ان كل الكميه دي تتحفظ او تتقري بس. فيلا بسم الله. اول حاجه هنبدا بالدعاء يعني، عشان ربنا كده يفتحها علينا ونفهم اي حاجه من الداتا دي. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ الملائكه المقربين، اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن الدبريشن. طيب ايه هي الحاجات اللي هنتكلم فيها في الاكتئاب؟ طبعا هنبدا اول حاجه بالتعريف بتاعه، وبعد كده يعني موجود نسب قد ايه حوالين العالم، طيب ممكن يلخبطني مع حاجات تانية زي ايه، وهكذا. الريسك فاكتورز او الكوزز بتاعته، ايه الاسباب اللي ممكن تعمل لي اكتئاب. بعد كده الاعراض بقى بتاعت الاكتئاب، وبعدين هنبدأ ناخد انماط مختلفة من المود ديس اوردرز. هو الاكتئاب ده يعتبر اضطراب مزاجي، فبيقول لك ان انت عندك انماط تانية من الاضطراب المزاجي ده، هنتعرف عليهم برضو. وبعد كده السب تايبس بتاعت الام دي دي، بعد كده يعني سلايدين كده خفاف صراع عن الانتحار يعني، لطاف جدا ومش هيحتاجوا حفظ ولا اي حاجة. وبعد كده هنشخص بقى خلاص المرض وهنديله العلاج. تمام، اول حاجة معانا التعريف. علشان نقول ان الشخص ده مكتئب او عنده اكتئاب، بسم الله الرحمن الرحيم كده لازم يبقى عندي كذا نقطة قدامي موجودة في المريض ده. أولهم إن الشخص ده يبقى بقاله أسبوعين على الأقل كل يوم معظم اليوم بيعاني من أعراض معينة، اللي هي إيه؟ اللي هي مثلا زي المود بتاعه دايما لو، زي مثلا إنه مش واثق في نفسه خالص لو سيلف استيم، زي مثلا إنه معنديش شغف لأي حاجة، الحاجات البسيطة اللي كانت بتبسطني، ولنفترض مثلا إن أنا بتشات مع أصحابي، ان انا مثلا بنزل خروجه حلوه مع صحابي، ان انا مثلا بجيب طقم جديد بنزل اعمل شوبينج، الحاجات البسيطه دي كانت بتبسطني، الحاجات دي ما بقتش تبسطني ولا تفرق معايا، وانا خلاص فقدت شغفي في كل حاجه. اذا لو الشخص عنده صفات معينه لمده لا تقل عن اسبوعين، الحاجات دي الاعراض دي معاه كل يوم معظم اليوم، اذا الشخص ده نقدر ان احنا نقول ان لا ده ممكن، نخلي بالنا ده ممكن يبقى مريض اكتئاب. فهو ده اول حاجة التعريف بتاعه، وهو ده هيتعاد تاني في الكرايتيريا بتاعته او السيمتومز بتاعته. الدبريشن هو mental disorder، اضطراب عقلي characterized by at least 2 weeks of pervasive low mood, low self-esteem and loss of interest or pleasure in normally enjoyable activities. تمام، بسرعة جدا جدا هنقرأ الابيدوميولوجي بتاعنا، ان بيقولك ان الاكتئاب ده مرض منتشر جدا، وان 5% من الناس البالغين بيجي لهم اكتئاب، او 5% يعني من الناس اللي عندهم اكتئاب بيبقوا بالغين، و 5.7% ما بين الاشخاص الاكتر من 60 سنة عندهم اكتئاب. فاجمالي كده حوالي 280 مليون بني ادم عنده اكتئاب حوالين العالم. كمان بيقولك ما تغلطش وتقول على ان التقلبات المزاجية اللي احنا بتحصل لنا نورمالي في حياتنا الطبيعية بسبب الأحداث اللي بتقابلنا والإيفري داي لايف، إن دي اكتئاب. يعني النهاردة مثلا عندي مذاكرة كتير والمحاضرة شكلها صعبة جدا ورخمة، فأنا زعلت واتضايقت ورحت قلت مثلا لصاحبتي ده أنا حاسة إن أنا داخلة على اكتئاب، ده أنا مكتئبة جدا، ده أنا مش عارفة أذاكر. دي تقلبات مزاجية، دي مش اكتئاب. تمام، فهو ده اللي هو بيحاول يوضحه، إن الدبريشن ديفرنت عن اليوجوال مود فلكتويشنز، هي مش كده خالص، وخاصة بقى لو كانت النوبات بتاعت الاكتئاب متكررة وكمان شدتها يعني شدة أعراضها كتيرة، فهنا الموضوع بيبقى سيريس جدا ومحتاج خلاص ده محتاج ثايكاتريست تروح له، تبدأ علاج، تبدأ جلسات، تبدأ دواء
لان الموضوع مع الاسف يعني اخر الاكتئاب ما هو الا انتحار. تمام. طيب بعد كده نبدأ بقى معانا في الريسك فاكتورز. الريسك فاكتورز او الكوسوس بتاعة الاكتئاب، خلينا نتفق ان مفيش حاجة، يعني مفيش كذا هيجيب كذا، مفيش الكلام ده في الاكتئاب او في الاضطرابات النفسية عامة. هو في ريسك فاكتورز، حاجات ممكن تؤدي الى كده، في بريديسبوزنج فاكتور، بريسيبتيتنج فاكتورز، حاجات هتعزز الموضوع ده، انما ان في كذا هيعمل كذا دي مفيش الكلام ده. طيب ايه الريسك فاكتورز اللي ممكن تعمل لي الاكتئاب؟ قال لك هم عندنا 9، علشان نسهل حفظهم هنحفظهم 2 4 2 1، 2 4 2 1. ايه هم؟ اول 2 معانا اللي هم البيولوجيكال، وبعد كده سوري، وبعد كده الجيناتيك. دول اول 2، دول الحاجات اللي جوانا، حاجات عندنا احنا. البيولوجيكال اللي هو حاجات عضوية، او بالظبط هنقول انها حاجات في كيمياء مخك، الكيمياء بتاعت المخ عند الشخص اللي عنده اكتئاب مش متظبطه، مش نورمال زينا. فحاجتين جواك، بيولوجيكال وجينيتك. 4 حاجات حواليك، اللي هي بقى ايه؟ السوشيال بقى واللايف ستايل اللي حواليك، اللايف ايفنتس برضو، الاحداث اللي بتدور كل يوم حواليك، تاثير العيله عليك، الانفلونس اوف الفاميلي، الايرلي ستريسورز، الضغوطات اللي كل يوم ضغوطات، كل يوم ضغوطات، كل يوم اكيد هيجي في وقت وهتنفجر. طيب بعد كده 2 كمان بحرف الام، اللي هم الميديكال كونديشن والميديكيشنز، واخر حاجه البيرسوناليتي لوحدها. يبقى عندنا 2 4 2 1 عشان نسهل حفظهم، حاجتين جوانا بيولوجيكال وجينيتك، 4 حاجات حوالينا سوشيال فاكتورز اند لايف ستايل، لايف ايفنتس، الانفلونس اوف الفاميلي، والايرلي ستريسورز. حاجتين بحرف الام، الميديكيشن والميديكال كونديشن، واخر حاجه البيرسوناليتي الشخصيه. جميل جدا. نبدا بقى ندي كلمتين كده سرعه خفاف عن كل واحده. اول حاجه قلنا البيولوجيكال، حاجات عضويه، وهي بتبقى ايه؟ كيمياء مخك. نبدا الاول تفسير الشخص الطبيعي خالص. انت دلوقتي حضرتك عندك نواقل عصبيه في جسمك، اللي هي زي السيروتونين، زي الدوبامين، زي النور ابينفرين. المفروض ان النواقل العصبيه دي بتتنقل من نيرون لنيرون. فاكرين انتوا اكيد رسمه الفسيولوجي بتاعت الكليفت وبري سينابتك وبوست سينابتك؟ هو دي عندنا النواقل العصبيه بتخرج من البري سينابت، تنزل في الكليفت، وبعدين تبدا انها تلاقي ريسبتورز على البوست سينابتك تمسك فيها، فخلاص يبدا بقى تتبعت الاشارات، والشخص ده بقى يبدا انه خلاص يبقى مبسوط، يبقى دلوقتي فرحان، يبقى دلوقتي حاسس بالنشوة والانتصار لو مثلا كان في ماتش وكسبان، يبقى حاسس مثلا بالفخر والغرور لو هو دلوقتي واخد مكافأة او جايزة او هكذا. ده الانسان النورمالي. كمان في حاجتين، كمان في حاجة دلوقتي اسمها الجي اي بي اي، اللي هي الجاما امينو بيتيوريك اسيد، والبي دي ان اف اللي هو البرين درايفد نيوروتروبيك فاكتور. ايه دول كمان؟ دولت مش نيورو ترانسميترز، دي البي دي ان اف ده بالذات ده بروتين وظيفته وشغله الشاغل في جسمك انه يظبط لك الخلايا العصبيه. يعني ايه؟ يعني الخلايا الاماتيور، النيورونز الاماتيور هيخليها ماتيور، هينضجها وتبقى حلوه وتقدر انها تشتغل وتقوم بوظيفتها وكل حاجه. الخلايا الاوريدي ماتيور هيحاول ان هو يساعد ان هي تسرفايفل وتشتغل فانكشن احسن. السناب احنا عندنا السينابتك كليفت والبري سيناب والبوست سيناب، دي محتاجه دايما ان هي تبقى كونكتد كلها مع بعضها، فهو برضو بيحسن وبيمنتين الكونكشن ما بين السينابس. فالبي دي ان اف ده كل شغله الشغل انه يحسن لك النيرون. طب انا هستفيد بايه لما النيرون يبقى كويس ومظبوط ومتحسن وكده؟ قال لك طب ما هي النيورو ترانسميترز دي لو مفيش نيرون، لو النيرون بايظه، لو هي اماتيور، لو موجوده ومش شغاله، هل هتعرف تتنقل؟ لا، حتى لو انت عندك كل النيورو ترانسميترز موجودة وكميات كويسة جدا مش هتتنقل. فانت محتاج نيورو ترانسميترز، ومحتاج حاجة تسهل النيورو ترانسميتر انها تشتغل. نرجع بقى للشخص المكتئب. الشخص المكتئب ما عندوش الحاجات دي، او عنده بكميات قليلة جدا. فعلشان كده لما تبقى السيروتونين والنورابنفرين والدوبامين او الجابا او البي دي ان اف قليلين، ده بيخلي ان اعراض الاكتئاب عنده تظهر. يبدا موده يبقى وحش، يبدا مش عارف ينام، يبدا مش مالوش نفس ياكل، يبدا مش مركز في اي حاجه، وهكذا الاعراض كلها اللي احنا هنتكلم عنها. تمام كده.
فهو ده البيولوجيكال ريزون، ان احنا عندنا السيروتونين والنورابينفرين والدوبامين، واتنين اختصارات سيروتونين والنورابينفرين دوبامين، واتنين اختصارات اللي هم الجابا والبي دي ان اف، مالهم؟ بيبقوا ريديوس برودكشن للنيورو ترانسميترز دي. طيب ولما دون يحصل يعني لما يقل البرودكشن بتاعهم ده هيعمل ايه؟ ده هيكوز سيمتومز اوف ديبريشن، هيبدا يظهر عليه اعراض اكتئاب. كمان هي نفسها المسؤوله عن ان يبدا يجي لك افكار انتحاريه، ولا قدر الله ممكن تبدا في تنفيذ الافكار دي. طيب ده اول حاجه. تاني حاجه الجينيتكس، اي حاجه عندنا يعني دي نحطها امر كده مسلم به، اي مرض هيجي عندك لازم يبقى انت عندك ليه جيناتيك سستابيليتي، عندك قابليه جينيه لان المرض ده يجي لك. بمعنى مثلا السكر، ايه اللي يخلي انت وصاحبك انتوا الاثنين بتروحوا تاكلوا نفس الاكل من بره وكله مليان فات ومليان كارب وكل حاجه بتعملوها زي بعض، وصاحبك يجيله سكر وانت ما يجيلكش؟ ده ليه؟ لان هو جيناتيكالي هو في حاجة عنده بايظة، ان هو اول ما ياكل من بره، اول ما الكارب يزيد، اول ما مثلا ما يعملش اي حركة ويفضل في البيت او كده، على طول هيجيله السكر ده. انت ممكن يجيلك بس انت بعد فترة اطول بقى بكمية اكل اكتر، علشان انت جينيتيكالي مش سستبل انه يجيلك ده، ما عندكش مثلا الجين مش بايظ، الانسولين مش بيتلكك ان هو يقل او يتكسر او هكذا. فهو ده برضو اسفه اللي بيحصل في الدبريشن، وبرضه في اي منتل ديس اوردر تاني، ان الشخص اللي اهله وخصوصا الفيرست ريليتيف الاهل اللي عندهم اكتئاب او بيعانوا من الاكتئاب هو عرضه اكتر ان يجيله اكتئاب من البني ادم الطبيعي 1.5 أو 3 مرات. تمام. هل ده معناه ان الشخص الطبيعي مش هيجيله؟ لا، ممكن يجيله، بس مين العرضه اكتر؟ اللي احنا نخاف اكتر لما نلاقي مثلا عنده في الهيستوري ده فاميلي هيستوري، فيه اهله ومامته كان عندها اكتئاب، يبقى ده اللي نخاف عليه اكتر، او يبقى باين اكتر ان هو ممكن يتعرض لاكتئاب. فاي بقى تروما بقى اي حاجه هتيجي بس ايه تنور الاكتئاب ده عنده يعني. ماشي. بعد كده السوشيال فاكتورز، احنا كده خلصنا الاثنين اللي جوانا اللي هم البيولوجيكال والجينيتكس، الاربعه بقى اللي حوالينا هما السوشيال فاكتورز، اللايف ايفنتس والانفلوينس اوف فاميلي، غالبا كلهم شبه بعض، نفس الكلام هنقوله في كله. اللي هو ايه بقى؟ ان انت عندك مشاكل في العيله، ان انت عديت بتروما باي شكل من الاشكال، ان انت عندك ضغوطات كتيره جدا، واجبات كتيره جدا فوق بعض فوق بعض، وانت ما بقتش قادر تستحمل الضغط ده خلاص وفرقعت بقى خلاص انا جبت اخرك. ممكن الاكتئاب او الادمان، وممكن كمان الارق، دي كلها ريسك فاكتورز ممكن تدخلك في اكتئاب. تمام. نفس الكلام هنقوله في اللايف ايفنتس برضو، انت شخص اتعرضت لضغوطات كتيره جدا، شخص عديت بتروما ان انت فقدت شخص عزيز عليك او انفصلت عن شخص عزيز عليك، شخص منفصل او منعزل انت اصلا بطبعك، كل الحاجات دي كلها ريسك فاكتورز، كلها يعني ريسك انها تجيب لك ديبريشن. انما ده مش سبب، ده مش كوز، لان ما فيش قلنا يعني سبب حتمي كذا هيجيب كذا. طيب الاثنين الام عندنا قلنا ميديكال وميديكيشن. الميديكال كونديشن يعني كلنا لما بنتعرض مثلا لدور بارد، لو لا قدر الله حد جاله كورونا، تلاقيك لقيت في السرير كده وتعبان ومكتئب وهموت امتى، وبقيت ايه قلبت دراما كده شويه كوين. فما بالك بقى تعالى معايا لو الشخص ده كرونيكالي ال، هو تعبان بمرض مزمن معاه طول حياته، زي مثلا الدايبيتس، او لا قدر الله شخص جاله كانسر، او لا قدر الله باراليسس، هو شخص كان كويس وبيمشي وبيروح ويجي وبعدين مره واحده بقى ديسيبل، شايف هيبقى شايف الدنيا هو ازاي اصلا، كل حاجه بالنسبه له هتبقى سودة، وكل حاجه بالنسبه له هتبقى منتهيه، طموحه شغله حياته جوازه بيته كل ده. فده برضو predisposing factor قوي جدا وريسك فاكتور انه يجيلك depression. تمام. الام التانية الميديكيشن، في بعض الادوية بيبقى من السيد افيتس بتاعتها الدبريشن. كمان بيقولك ان الالكوهول والدراجز ممكن لو ما جابتش depression فهي
تخلي الحاله اسوا، حاله الاكتئاب اسوا، تدخلك في حاله اسوا، توصل مثلا بدل ما انت كنت مايلد ديبريست تبقى مودريت، تبقى سيفير، تبقى الحاله اصعب. البيرسوناليتي، البيرسوناليتي اللي هي الشخصيه، في ناس بتبقى شخصيتها مثلا اجتماعيه، في ناس تانية بتبقى شخصيتها انطوائيه، هكذا برضو في مريض الاكتئاب، في ناس بتبقى شخصيتها هشه ما بتقدرش تستحمل اي حاجه، سهل ان هي التروما او اي حاجه تاثر فيها، مش قادره تتعامل وتتكيف مع المشاكل والدنيا والحياه، فدي برضو اكثر عرضه لان هي يجيلها اكتئاب. بعد كده الانفلونس اوف فاميلي، قلنا زي اخواتها اللي فوق، السوشيال واللايف ايفنتس، برضو هيبقى مشاكل في العيله، مامتك وباباك دايما بيتخانقوا، دايما بيتخانقوا قدامك وصوتهم عالي جدا، في حاله طلاق في البيت، فالدنيا بايظه ومتكركبه كده، وبابا بيقول كلام مش حلو على ماما، ماما بتقول كلام مش حلو على بابا، الطفل ده الصغير ده هيجيله تروما اكيد من الموضوع ده. دايما في مثلا الاب سكير مثلا، اسفه، الاب مثلا يبقى سكير، في مثلا دايما يعني الطفل بيتعرض لعنف ما، سواء كان فيزيكال او سواء كان سيكشوال، دي كلها حاجات هتبقى برضو عرضه ان انت يجيلك اكتئاب. واخر حاجه معانا اللي هي الستريسورز، الضغوطات. بيقول لك بقى في الضغوطات ايه، انت شخص دلوقتي نفترض ان انت بتتعرض لكل الضغوطات دي، عندك ضغوطات في الحياه، وعندك ضغوطات في الشغل، وعندك مشاكل مع اهلك، وعندك حاجات كتيرة المفروض تنجزها، وانت اصلا ساعات مودك بيبقى وحش، بس لا يعني مجرد مود، فكذا ستريس 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 فوق بعض، اكيد هيجي مرة وتفصل. طيب هو ايه اصلا ميكانيزم الاسترس؟ قالك انت لما تتعرض لاسترس بيبدأ الهايبوثالاموس يروح للبيتيوتري يقول لها اشتغلي افرزيلي الاي سي تي اتش، فالبيتيوتري تبدا فعلا تفرز الاي سي تي اتش، ينزل الاي سي تي اتش على الادرينال جلاند، يروح يقول لها طلعي لي ادرينالين وطلعي لي كورتيزول، انا عندي ستريس، انا ستريسد وعايزه اتعامل مع الموضوع ده، ويطلع معاها كمان مواد ايمينولوجيكال وسايتوكاينز واللي هي الانترليوكنز والكلام الجميل اللطيف بتاع البوي والحاجات دي. ف مره على مره على مره على مره هيجي مره وقلنا خلاص الموضوع هيبوظ، هيحصل dysfunction في الهايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس، بالترتيب كده هايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس، تمام. يبقى الايرلي ستريسورز اللي هو حاجات بتنتج بس على المدى البعيد من كتر الضغوطات عندك، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل dysfunction في الهايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس. طيب بعد ما يحصل الديسفانكشن ده، انت برضو كده دلوقتي خلاص بقيت عرضة اكتر ان انت يجيلك اكتئاب. يبقى احنا كده خلصنا الريسك فاكتورز، نلمهم تاني مع بعض بسرعة جدا. الريسك فاكتورز قلنا 9 حاجات، هنقسمهم 2 4 2 1، 2 اللي هم حاجات جوانا بيولوجيكال وجينيتك، البيولوجيكال ان انت الحاجات المفروض تبقى موجودة مش موجودة، ريديوزد قليلة، هتبدأ تظهر لك الأعراض اللي هم مين، السيروتونين الدوبامين النورابينفرين، اختصارين اللي هم الجابا والبي دي ان اف، تمام. الجيناتيك ان انت لو حد من اهلك عنده الفيرست ديجري عنده ديبريشن، انت احتمال ان انت يجيلك بنسبة 1.5 لـ3 اكتر من الناس الطبيعية. طيب الاربعة اللي حوالينا، السوشيال واللايف ستايل، اللايف ايفنتس، الانفلونس اوف الفاميلي، والستريسورز. اول 3 دولت كلهم بتبقى مشاكل في العيله، بتبقى تروما، بتبقى ستريسورز، بتبقى عندك ديوتيز كتيره جدا وهكذا. طيب الستريسورز قلنا ان على المدى البعيد كتر الستريسورز بيبدا يعمل ديسفانكشن في مين، نبدا من فوق، هايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس، نمشيها كده، الاكسس ده بيحصل له ديسفانكشن بيبوظ، تمام. بعد كده 2M اللي هم الميديكال كونديشن والميديكيشن، ان الشخص اللي عنده كرونيك إلنس، عنده كانسر، عنده باراليسيس، عنده باركنسونيز، كل الحاجات دي ممكن تدخله في ديبريشن. الميديكيشن، بعض الميديكيشن بيجيب كسايد افكت يعني ديبريشن، ولو الشخص بياخد الكحول او دراجز
فهو كده الحالة بتاعته ممكن تسوء worse كمان. واخر حاجة خالص معنا البيرسوناليتي، ان بعض الناس بتبقى شخصية هشة لدرجة كفاية انها بمجرد ما تتعرض لأي حاجة او اي تروما تتعب وخلاص هي دخلت في اكتئاب وانعزلت ومش عايزة اي حد في حياتها وهكذا. تمام، ناخد بعد كده السيمتومز والساينز. ايه هي ممكن تبقى الاعراض بقى اللي هتبقى عند الشخص ده؟ نفكركم بالتعريف، وقلنا ان دي هنقابلها كتير في الكرايتيريا. دي اصلا كرايتيريا للشخص المكتئب، ان اثناء نوبة الاكتئاب الشخص بيبقى عنده الاعراض الكتيرة اللي احنا هنقولها، لازم تبقى most of the day، معظم اليوم، كل يوم، لمدة على الاقل اسبوعين. دي مبدئيا كده. ماشي، اتفضل قولي ايه الاعراض اللي تبقى موجودة عند الشخص ده. هما 10 اعراض مبدئيا كده، 10 اعراض. طيب عايزين نسهل حفظهم علينا، هنقسمهم الى 5 و5. 5 اكتر بيبقوا مشاعر، افكار، تركيز، حاجات كده اللي هي يعني كلها حاجات شعورية حسية حاجة كده. والخمسة التانيين اكتر بتبقى اللي هو الوزن بيزيد ويقل، مثلا النوم، الطاقة، اللي هي الحاجات اللي هي أكتر جسدية مثلا. تمام، أول 5 معانا اللي هما ال depressed mood، ال poor concentration and memory، ما بيبقاش مركز خالص، دايما حاسس بالذنب، دايما دايما حاسس انه ما يستاهلش، ما يستاهلش المكان اللي هو فيها، ما يستاهلش التقدير، ما يستاهلش اهله، ما يستاهلش البارتنر بتاعه، شايف انه قليل، شايف انه هو دايما مذنب في اي حاجة، عنده شايف المستقبل اسود، عنده ما عندوش اي طموح ودايما شايف المستقبل بلا امل، ف hopelessness about the future. واخر حاجة عنده افكار انتحارية. يبقى معانا 5 حاجات، هم ال depressed mood، ال poor concentration and memory، ال guilt or low self worth، ال hopelessness about the future، وال thoughts about dying or suicide. جميل، الخمسة بقى اللي هم اكتر يعني افعال هيبقوا. اول حاجة النوم. النوم هيبقى فيه اضطراب. يعني ايه في اضطراب في النوم؟ disturbed، يعني هو لا اما ما بيعرفش يخش في النوم خالص، او مثلا دخل ينام فنام له نص ساعة، 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 وبعد كده صحي وتنه بقى طول الليل سهران مش قادر ان هو يخش في النوم تاني، ده اللي هو الانسومنيا. وممكن على النقيض يفضل نايم ال 24 ساعة، ما لو ما جتش صحي مش هيصحى، وخامل دايما ومش قادر يقوم، وده بنسميه بقى هايبر سوم. تمام، نفس الكلام في التشينج في الويت، لا اما برضه هو ما بياكلش خالص، ممتنع عن الاكل، ملوش نفس لاي حاجه، لا اما على النقيض بياكل بفجع. تمام، دايما هيبقى تايرد وفتيج ولو انرجي، مش قادر يعمل اي حاجه، هيبقى ريديوسد سكس درايف، لان هو احنا قلنا فقد الشغف في كل حاجه، اي حاجه كان بينبسط او كان بيحب يعملها مش هيعملها، ما بقاش عاوز يعملها. بعد كده irritability، دايما هيبقى irritable اللي هو سريع الانفعال، دايما هيبقى بيفرك كده، عمال يهز رجله وعمال يعمل حاجه بشكل ما تدل على ان هو مضطرب، حاسس بان هو مضطرب كده مش متزن. فهي دي الايه السيمتومز بتاعتي. بعد كده هنبدا بقى يعني بقيه الكلام اللي في الداتا تحت السيمتومز ده نرتبه احسن في شكل ايه ان بيس كده حلوه علشان نفهمه اسرع. طيب اول ان بي معانا، احنا لسه قايلين ان بيبقى فيه disturbed sleep، لإما بينام كتير جدا لإما ما بيعرفش ينام. فبيقول لك يا فندم ان الانسومنيا هي التيبيكالي باترن بتاعت الدبريشن، يعني الغالبيه بتاعت المرضى بتوع الدبريشن بيجوا ان هم مش عارفين يخشوا في النوم، مش عارفين يناموا، عندهم ارق. ولكن هل ده يعني ان ما فيش ناس بتوفر سليب او بتهايب عندهم هايبرسومنيا؟ لا، في، ولكن تيبيكالي بيبقى الانسومنيا هو الكوم. طيب رقم 2، بيقول لك ان في بعض المجتمعات الناس ما بتبقاش واخدة بالها، ما بتبقاش مركزة، ممكن بقى للانشغالات، لعدم الوعي، لغيره لغيره، بالأعراض اللي هي شعورية أكتر، اللي هي زي المود الوحش، ان هو مش مركز، ان هو حاسس بالذنب، ايه يعني حاسس بالذنب، ايه يعني ما انا فعلا ما استحقش يعني كل الحاجات دي. لا، هي الحاجات دي ممكن تبقى مش فارقة معاه، ويبقى جاي بشكوته بادلي سيمتومز او اللي هي فيزيكال سيمتومز، جاي لي باعراض اللي هو انا دايما تعبان والله يا دكتور وهمدان، ده انا كنت بشتغل وكنت بروح بعد الشغل وكنت بعمل وكنت بعمل وما بقتش قادر اعمل اي حاجه. طيب
لما الدكتور يجي يكشف هل هيلاقي عنده اي فعلا ميديكال كونديشن، عرض فعلا هيلاقي فيه مشكلة فعلا جسدية؟ لا مش هيلاقي. ده الفيزيكال سيمتومز دي، التعب وان هو ما عندوش انرجي، دي نتيجة الاكتئاب. تمام. بعد كده بيقول لك ان اثناء النوبات الاكتئاب دي الشخص بيبقى عنده significant difficulty في ان هو يعمل الحاجات العادية اللي كان بيعملها. يعني ايه برضو؟ يعني انا مثلا شخص متعود ان انا اقعد مع اهلي، اسوشيال مع اصحابي، عندي مثلا كلية فبنزل كلية، عندي شغل فبروح الشغل وهكذا. لا الشخص ده طبعا باختلاف درجات الاكتئاب الحياة بتاعته دي بتتأثر، بيبدأ ان هو مش عاوز يحضر الاجتماعات بتاعة العيلة دي، ومش مبسوط ان هو يقعد مع العيلة ويهزروا ومش عارفة ايه وكده. يبدأ ان هو يفكس لاصحابه كتير جدا، بس يعني ما تخافش انت سليم، انت لو بتفكس لاصحابك ما تخافش انت سليم. مش قادر ان هو يخرج معاهم، ولو خرج اصلا كمان في انهيدونيا في الموضوع، هو مش مستمتع بالخروج، ما بقتش تبسطه زي ما كانت مبسوطة مبسوط في الاول. الدراسة مش بيدرس، مش عاوز يدرس. نفس الحكاية في الشغل، مش مركز، هو ما عندوش تركيز كويس، وبالتالي الاكتئاب فعلا بيتعارض او ممكن يأثر على حياته. طيب ال NB اللي بعدها، ان بيقول لك علشان لسه اللي احنا نفس اللي احنا قايلينه، علشان نقول ان الشخص ده في اكتئاب نحب ان احنا دايما ايه نعمل كلاسيفيكيشن كتير كده في الطب، فاحنا برضو عايزين نكاتيكورايز الاكتئاب. قال لك لمايلد، يعني ممكن تبقى حالة اكتئاب خفيفة، ممكن تبقى مودريت، ممكن تبقى سيفير. طيب انا هقول ان هو مودريت او سيفير او مايلد ده على اساس ايه؟ قال لك على اساس حاجتين مهمين جدا او ثلاث حاجات، النمبر والسيفيريتي بتاع السيمتومز. يعني عندك كم سيمتوم من الاعراض العشرة اللي احنا قلناهم ورا؟ طيب عندك السيمتومز اللي عندك دي شدتها قد ايه؟ جامدة جدا، ممكن انها تفضل معاك معظم اليوم، نص اليوم، ولا شدتها عاملة ازاي؟ وتالت حاجة الـ impact on the individual's function اللي أنا لسه قلته، هل الأعراض اللي عندك دي بتتعارض مع حياتك الاجتماعية وحياتك مع أصحابك، بتتعارض مع شغلك، بتأثر عليهم بالسلب يعني؟ فأنت لازم تبقى مجمع التلاتة دولت علشان أبدأ أكاتيجورايز وأشخص أدايجنوز الشخص ده، إنه والله لأ ده mild depression، لأ ده في مرحلة severe دلوقتي، وهكذا. النقطة دي مهمة جدا جدا، هنحتاجها في الدياجنوزز ورا وهفكركم بيها. تمام. بعد كده بيقول لك في الحالات السيفير اللي هو الموضوع عنده اشتد جدا، ممكن الشخص يبدأ يظهر عليه أعراض سايكوتيك. يعني ايه سايكوزز ونيروزز؟ لو فاكرين من المحاضرة، السايكوزز هي كانت الأمراض الأكتر اللي هي الشخص فيها منفصل عن الواقع، هو مش معانا، هو في حتة تانية لوحده. اما النيروزس كانت اللي هي الامراض اللطيفه بتاع المود ديس اوردرز والحاجات دي. تمام. فبيقول لك ان الشخص لو دخل في سيفير ديبريشن ممكن يبدا يحصل له كمان سايكوتيك سيمتومز. زي مين مثلا؟ زي الديليوشنز، يبدا يبقى عنده ضلالات، اللي هي الافكار اللي بتبقى في دماغه ومعتقدها ومفيش غيرها ومفيش حد هيقدر يقنعه بعكسها خالص. طيب ممكن يجي له هالوسينيشنز، ممكن، ولكن لوس كومنلي ان هو يجيله هلوسة ويبدأ يشوف حاجات او يسمع حاجات او كده. بعد كده عندنا حاجتين مع بعض، اتنين نوت مع بعض، الاولدر والتشيلدرن. بيقول لك بالنسبة للاولدر، الناس الكبيرة بيبقى عندهم اكتر اعراض في الذاكرة مع الاكتئاب. احنا قلنا ان اصلا من اعراض الاكتئاب كانت loss of concentration and memory. فتخيل معانا شخص كبير اكتر من 60 سنة جاله اكتئاب، اكيد الموضوع بتاع الميموري ده هيبقى عنده اكتر شويه، فهيبدا يحصل له الفورجيتفولنس، يبدا ان هو ينسى حاجات. كمان هنلاحظ عنده ان طريقه حركته او الحركه بتاعته بقت بطيئه بشكل ملحوظ، بدا ان هو يتحرك بشكل ابطا، بيحرك عينه بشكل ابطا، ايديه بيحرك بطريقه ابطا، الكلام ابطا، كل الكلام ده. بالنسبه بقى للاطفال، قال لك انت دكتور دلوقتي وجالك طفل، الطفل غالبا اللي عنده اكتئاب مش هيجيلك باعراض اكتئاب اللي هي التيبيكالي دي، لا هو ممكن يلخبطك ما بين الديبريست او الديبريشن والاريتابل ستيت. يعني ايه اريتابل ستيت؟ يعني ان الطفل يجيلك سريع الانفعال، سريع الغضب، قاعد مش مريح ودايما غضبان ودايما زهقان من كل حاجه، درجاته او علاماته في المدرسه ماما بتقول لا والله يا دكتور كان بيجيب درجات احسن من كده، مبقاش يجيب درجات حلوه خالص،
فقد شغفه في المدرسة ومش عاوز يروح المدرسة، فالحاجات دي انت ممكن اللي هو تأخرك شوية في التشخيص وتلخبطك، وممكن تقول دي ممكن تبقى حالة مزاجية. كل يعني الأطفال كلهم عادي، ما طفل أكيد مثلا هيبقى درجاته وحشة، أكيد لو صاحب شوية عيال مثلا مش بيركزوا قوي هيبقى زيهم، فاهم؟ فأنت كده ممكن تتلخبط مع النورمال مودنس، إن دي عادي تقلبات مزاجية عادي، وإن شاء الله هيبقى سليم. تمام، احنا كده خلصنا السيمتومز. معلش اللي ما تاني بسرعة جدا جدا. اول حاجة كده نبقى عارفينها ان الاعراض اللي هنتكلم فيها دي لازم تبقى موجودة عند الشخص كل يوم معظم اليوم لمدة لا تقل عن اسبوعين مبدئيا. تاني حاجة نبدأ نتكلم على الاعراض، هما معانا كام عرض؟ 11 10 سوري 10، هنقسمهم الى 5 و5، 5 حاجات بيحس بيها، ان هو ده هيبقى ديبريسد مود، هيبقى عنده لو كونسنتريشن وميموري، هيبقى دايما عنده احساس بالجلد، هيبقى عنده دايما هوبلسنس بالفيوتشر، وهيبقى عنده صوص من الانتحار. ادي اول 5. الخمسه التانيين اللي هي اكتر هتبقى حاجات بقى يعني فيزيكالي اكتر، اول حاجه النوم هيبقى ديستوربد، تاني حاجه الويت هيبقى تشينجز، تالت حاجة الانرجي بتاعته هتبقى لو، والسكس درايف هتبقى عنده ريديوزد، وهيبقى الريتم. كده خلصنا ال10. بعد كده كان في شوية نوتس كده يعني صغيرة اللي نفتكره منه نقوله. أول حاجة خالص إن التيبيكال كرايتيريا للشخص الديبريزد، انسومنيا ولا هايبر سومنيا؟ انسومنيا. تمام. رقم 2 ان في بعض الناس ما بتجيش باعراض اللو ديبريسد مود والحاجات دي، امال بتيجي باعراض ايه؟ بتيجي باعراض فيزيكالي اكتر، اللي هو البين والويكنس والفاتيج. تمام كده. تمام. بعد كده قلنا ان بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا ان في عندنا الناس الكبيره والناس الصغيره. الناس الكبيره بتيجي مع الدبريشن باعراض مشاكل في الذاكره، زي ان هي يبدا تنسى حاجات كتيره، ويبدا كمان ان الموفمنت بتاعها يبقى نوتسبل سلو. بالنسبه للاطفال بيبدا ان انا ممكن اتلخبط ما بين الشخص الدبريس ده، اتلخبط وابدا ان انا اشخصه ان هو نورمال مودنس، والطفل ده اريتابل. تمام. كان في ايه تاني؟ كان في عندنا في السيفير كيسز كنا بنقول ان الشخص ممكن يحصل معاه سايكوتيك ديس اوردرز، زي مين؟ زي الديليوشنز، ممكن يحصل له هاليسينيشنز، ممكن ولكن بكميه اقل. بعد كده حاجه كمان مهمه اللي هي الديبريسيف ايبسويد، عشان اقول ان الديبريسيف ايبسويد دي كاتيجورايز ات هي مايلد ولا مودريت ولا تمام. احنا كده قلنا كل حاجه، عشان اقول ان هي مايلد ولا مودريت ولا سيفير لازم على اساس 3 حاجات. اول حاجه نمبر اوف السيمتومز اللي بتجيله، تاني حاجه الانتنسيتي بتاعت السيمتومز دي، واخر حاجه هي الفانكشننج بتاعه، يعني الوظيفه بتاعته في الحياه. طيب نخش بعد كده على الديفرنت باترنز اوف المود ديس اوردرز. طيب ايه هي different patterns of mood disorders؟ يعني ايه هي الانماط المختلفة لل سوري يا دكاترة، نرجع different patterns of mood disorders، يعني ايه هي الانماط المختلفة للتقلبات او الاضطرابات المزاجية دي؟ احنا قلنا منهم اول حاجة depression الاكتئاب، هناخد معاه حاجة كمان. اول حاجه ان الاكتئاب ده ممكن يجي لك في صوره نوبه واحده، سنجل ايبيزود ديبريسيف ديس اوردر، وهنا هيبقى الشخص ده عنده هي نوبه واحده من الاكتئاب جات له والوحيده، يعني هي الاولى والوحيده. او ممكن الاكتئاب نوبات الاكتئاب تتكرر فتبقى ريكيرنت ديبريسيف ديس اوردر، وده يبقى الشخص على الاقل على الاقل عشان اقول انه ريكيرنت يبقى عنده على الاقل مرتين جاله نوبتين اكتئاب. طيب في مود ديس اوردر تاني خالص غير الدبريشن اسمه البايبولر، ده برضو محاضرة لوحده أصلا. البايبولر ده يعني اضطراب ثنائي القطب، يعني ايه؟ يعني الشخص بيبقى عنده حالتين مزاجيتين بيقعد يتبادل فيهم، يقعد يغير فيهم، اللي هما الدبريشن المود اللي احنا عارفينه واللي احنا قلنا سيمتومز بتاعته وكل الكلام الجميل بتاعه ده، والمانياك سيمتومز. مانياك سيمتومز يعني ايه؟ يعني اعراض هوس، يعني باختصار كل اللي احنا قلناه في الدبريشن اقلبه في المانيا،
الشخص بيبقى بدل ما عنده انهيدونيا يبقى عندي ايفوريا، بدل ما هو لو انرجي يبقى الانرجي بتاعته جامده جدا وعمال يتنطط وفرق علوز حرفيا، بيتكلم كتير، حتى سلوكياته بقت ريكلس، بقت متهوره جدا. تمام. طيب بعد كده نخش في السب تايبس بقى، يعني دولت صفحتين ثلاثه ممكن يجيبوا الشخص تروم اصلا، فانا حاولت ان انا احطهم في صوره جداول كده ونقول مع بعض الحاجات المهمه قوي فيهم اللي هي ممكن فعلا اوريدي تيجي ايه اسئله، لان الموضوع فيه رغي كتير جدا مع الاسف. طيب نبدا باول ثلاثه معانا اللي هم الميلانوكوليك ديبريشن والاتيبيكال ديبريشن والكاتاتونيك ديبريشن. اول حاجه الميلانوكوليك ديبريشن، لو دخلت على جوجل وكتبت ميلانوكوليك ديبريشن دي هيجي لك معناها بالعربي الاكتئاب الكئيب، هو حرفيا الاكتئاب الكئيب. ليه؟ انت عندك loss of pleasure وانهيدونيا في الموست او الاول activities، ما بقيتش حاسس باي سعاده ولا اي انبساط في كل الانشطه اللي انت بتعملها، خلاص انت failure ان انت تستجيب للبليجرابل ستيمولاي دي. تمام، يبقى دي اول نقطه معايا. طبعا هيبقى عندك احساس بالجلد، هيبقى عندك احساس بالديبريس مود والحاجات، هيبقى عندك، ولكن دي اول نقطه معايا مهمه. طيب الاعراض بتاعته بتزيد انت اكتر؟ بتزيد اكتر في المورنينج الصبح. تمام. النقطه الثانيه برضو المهمه في الميلانو كوليك ديبريشن اللي هي بقى اللي هنبدا نشوف الاعراض الجسديه بتاعته هتبقى ايه. قال لك بيبقى معاه سايكوموتور ريتارديشن، يعني ايه؟ يعني تاخر وبطء في الحركه، وهنا برضو هبقى بقصد بيها مش الحركه بس اللي هو المشي، لا كمان حركه عينيه، كلامه هيبقى تقيل، ردود افعاله نفسها هتتاخر، سايكو موتور ريتارديشن، كل حاجه بتتاخر. بيخس كتير جدا ودايما بيبقى عنده احساس بالجلط والكلام الجميل ده. طيب انا بس عايزه اوضح اللي هي بين قوسين not to be confused with الانوركسيا نيرفوزا عشان انتوا لسه ما خدتوش الايتينج ديس اوردرز. الانوركسيا نيرفوزا ده مرض في الاضطراب يعني في الاكل. انتوا اكيد عندكم معلومه عن البوليميا اكتر، ان هي اللي انت لما البنت بتقعد تاكل 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 وبعدين تروح انها تستيميوليت نفسها انها ترجع علشان ايه تفضل خس. اهو الانوركسيا نيرفوزا بقى دي بنت مش بتستيميوليت نفسها انها ترجع، هي ما بتاكلش اصلا، هي ما بتاكلش اصلا حرفيا، وبتبقى جلد على عظم، ومع ذلك هي لسه شايفه انها تخينه، تقف قدام المرايه لا انا تخينه انا محتاجه لسه اخس شويه كمان. دي هي الانوركسيا نيرفوزا باختصار وبسهوله جدا. فبيقول لك هنا بقى ان هو بيخس كتير جدا، بس مش بيخس كتير جدا علشان هو عنده انوركسيا نيرفوزا ومتضايق من شكله او شكله عامل له تروما او عامل له تراست ايشوز او لا، هو ما بياكلش كتير عشان الدبريشن بس. هو بيقول لك يعني ما تتلخبطش وتقول ان هو عنده انوركسيا نيرفوزا، لا هو ده كله اعراض دبريشن عادي جدا. طيب تاني نوع معانا اللي هو الاتيبيكال. اتيبيكال عشان هو مش بالظبط، يعني هو مش بالظبط الاعراض الدبريشن. اهم كلمتين في ايه؟ اول حاجه البارادوكسيا الانهيدونيا. يعني ايه بارادوكسيا الانهيدونيا؟ بارادوكسيا يعني متناقض، هو برضو متناقض في اللوس اوف بريشر بتاعه. يعني ايه برضو؟ يعني الشخص بيبقى دلوقتي عنده رغبه او معجب بالحاجه الفلانيه، مثلا معجب ان هو يقوم يروح يعمل شوبينج، يخرج مع اصحابه مثلا، عنده رغبه ان يروح معاهم او كده. تمام، لما يجي بقى يعمل الحاجه دي ما يستمتعش بيها، ما يتلذذش بيها، هي دي البارادوكسيا الانهيدونيا. في مشكله في ترجمه السعاده بقى للحاجه، انا حاسس ان انا عايزه اروح اعمل بتاعه دي ومش عارفه ايه وكده، لما اروح اعملها بقى اوريدي فعلا مش هنبسط. ده يعني اختصار جدا للبارادوكسمال انهيدونيا. طبعا برضو بيبقى عنده significant weight gain، يعني احنا قلنا ان هو بيبقى عنده changes في الويت، فممكن ان هو يخس جدا، او الشخص الاتيبيكال بقى ده بيتخن، بيقعد ياكل جدا، بيبقى عنده شهيته مفتوحه زياده، بينام زياده اكسسيف. طيب بالنسبه برضو للاعراض الجسديه، دي النقطه الثانيه اللي تهمني. قال لك اللي بيميز جدا، دي حاجه فعلا مميزه جدا للاتيبيكال ديبريشن، اللي بيميز جدا الاتيبيكال ديبريشن ان الشخص ده بيجي يقول لك ان انا عندي احساس بتقل في اطرافي يا دكتور، دايما بيبقى عنده سنسيشن of heaviness in limbs. بنسميها ايه؟ بنسميها الليدن باراليسيس. الليدن باراليسيس المعنى الحرفي بتاعها اللي هو شلل الرصاصي، بس يعني
انا مش عارفه هما يعني حاطينها كده لايه، مثلا هل الشلل الرصاصي بيبقى فيه تقل، انا مش عارفه، بس هو ده الليدن باراليسيس. دي نفتكر الليدن باراليسيس يبقى اتيبيكال ديبريشن على طول، شخص بيبقى دايما عنده تقل في كل الاطراف. تمام. كمان برضو نقطه مهمه ان الشخص ده بيبقى الى حد ما منعزل اجتماعيا وخايف ان هو يشارك في السوشيال كونفرزيشنز والحاجات دي، خايف انه يتعرف على ناس. ليه؟ عشان هو من كتر ما هو عنده significant long term social impairment بقى حبيبي خايف ان هو يترفض، interpersonal rejection، دايما عنده احساس وخايف، عنده يعني تفكير مسبق ان هو هيترفض، فدايما منعزل كده عن الناس. تمام. اخر حاجة معانا في الجدول هنا الكاتاتونيك depression. الكاتاتونيك دي خدتوها فين قبل كده؟ خدتوها في السكيزوفرينيا. ايوه هي زي السكيزوفرينيا بالظبط، هي اولا حاجة رير وسيفير جدا. كاتاتونيك يعني الشخص ده ساعات بيبقى ايه موبايل ما بيتحركش خالص، قاعد ما بيعملش اي حاجة، وساعات تانية بيبقى يبدأ يعمل حركات بدون غرض purposeless، وبيزار بشكل عشوائي، بشكل في شيء من الفوضى والعبث كده وملهاش اي لازمة بس بيعملها. تمام. يبقى الشخص داون ميجور ديبريشن بيبقى رير وسيفير. الديستوربنس بتاعه بتبقى موتور بيهيفير بس، اللي هو بيبقى ساعات ام موبايل وساعات بيبقى بيعمل بيزار موفمنتس. تمام. قال لك الكاتاتونيك سيمتومز دي بنشوفها فين؟ قلنا شفناها في السكيزوفرينيا، بنشوفها في حالات المينيا كمان، اللي هو الهوس، اللي هو الشخص اللي بيبقى بيتنطط ومش عارفه ايه وكده، ده في المينياك ايبيسويدز. كمان هنشوفها في حاجه اسمها نيوروليبتيك مالينجنس سندروم. ايه هي نيوروليبتيك مالينجنس سندروم؟ دي سندروم بتحصل للاشخاص اللي بياخدوا انتي سايكوتيك دراجز لفترات طويله وبكميات كبيره، ممكن دي تبقى يعني سايد افكت ليها الكاتاتونيك دي. تمام. يبقى احنا كده خلصنا اول ثلاثه معانا، اللي هم الميلانوكوليك والاتيبيكال والكاتاتونيك. كل واحده فيهم فيها حاجتين مهمين، الحاجه منهم كمان بتبقى ايه يعني في حركه اكتر. اول حاجه الميلانوكوليك ده الشخص الكئيب، الاكتئاب الكئيب، يبقى ده شخص عنده loss of pleasure في كل most or all activities. تمام. ايه الاعراض الفيزيكال بتاعته او الحركيه بتاعته؟ اه ده بيبقى عنده سايكوموتور ريتارديشن. تمام. تاني حاجه الاتيبيكال. اتيبيكال يبقى مش بالظبط، مش التيبيكال اللي احنا متعودين عليه. فرقم واحد هيبقى عنده بارادوكسيال انهيدونيا. تاني حاجه الشخص ده هيبقى الويت جين، النوم هيبقى هايبر سومنيا. طيب ايه الاعراض بتاعه الحركه اللي عنده؟ typical يبقى ليدن باراليسيس. يعني ايه برضو ليدن باراليسيس؟ يعني sensation of heaviness في الليمبس، in limbs. كمان الشخص ده بيبقى خايف من ان هو يحصل له ايه؟ interpersonal rejection، يترفض. تمام. اخر حاجة الكاتاتونيك دي بتبقى اعراض جسدية بس، اللي هو الشخص ده بيبقى ساعات immobile وساعات بيبدأ يعمل bizarre movements. تمام جدا. الجدول التاني عندنا جدول الطف شوية من الجدول الاولاني، هما اربع انواع او سوري خمس انواع هنعرفهم من اسمهم، يعني هنعلمهم باسمائهم. يعني اول واحده مثلا depression with anxious distress. anxious ده يعني قلق، anxiety، فهو ده بالظبط، ده شخص عنده اكتئاب بلس قلق، وهو بيتشخص كده، بيتشخص major depressive disorder and anxiety disorder. او ممكن يبقى عنده المانيا اللي هي حالات الهوس مع برضو anxiety. يعني بس هو ده الكلمتين اللي موجود عليها، ان هو common co-occurrence between the depression or the mania مع anxiety. وفي كلمه كمان تحت مهمه في الموضوع ده كله، ان هو ان انا لما بعمل specify انا اصلا عامله السب تايبس دي كلها كان انا عشان افصل اخصص الحاجات اكتر. فبيقول لك ان انت لما specify الشخص ده المريض ده ان هو اكتئاب مع قلق، ده هيسهل لك البروجنوزس، ان انت تبقى عارف البروجنوزس بتاعه بعد فتره هيتحسن، هيبقى عامل ازاي وهكذا. النوع اللي بعده depression with peripartum. البيريبارتم ده اللي هو ما حول الولادة، يبقى كده على طول هيجي في دماغنا ان ده depression مرتبط بالولادة، ودي بتبقى الام اللي لسه مخلفة او في اخر شهور حملها وبدأت تخش في مود وحش جدا، بتعيط مش عايزة تشيل ابنها، مش عارفة ترضعه ورافضة انها اصلا كونها ام، واللي هو حد ياخد الولاد ده يربيه، ده مش ابني، هو ده. فبرضو كلمتين مهمين فيها، ان ده بيحصل للwomen after giving birth or while a woman is pregnant، بيحصل لثلاثة لستة في المية من كل الستات الحوامل او الستات اللي بتخلف. ورجع قال تحت برضو نفس الكلمتين اهو،
ان هو بيحصل during pregnancy او within 1 month of delivery. دول الكلمتين اللي في الصفحه يعني الصف الطويل ده كله. تمام. اللي بعده seasonal affective disorder، من اسمها seasonal يعني موسمي. قال لك ده الاكتئاب اللي بيجي في الفصول اللي هي الشتويه اكتر، الاوتوم والوينتر. يعني ايه؟ وبيختفي في الربيع. يعني ايه؟ يعني انا لو قعدت شويه اسمع اغاني تامر عاشور وعيط في شويه في الشتاء يبقى انا كده seasonal affective disorder؟ لا، مش كده. لازم يبقى عندنا شروط متوفره علشان اقول ان الشخص ده seasonal affective disorder، انه يبقى على الاقل عنده نوبتين في الشهور الشتاء دي، وبعدين النوبات دي بتخف لما تيجي بقى شهور الصيف اللي هو الربيع والصيف، وده هيبقى لمدة سنتين متتاليتين او اكتر. هنسكمها ان هي اتنين 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 ايبيزويد في شهور الشتاء اللي هم يعني او مواسم الشتاء اللي هم موسمين خريف وشتاء، اتنين 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 لمدة سنتين او اكتر. هو ده seasonal affective disorder. طيب بعد كده البريزيستنت ديبريسيف ديس اوردر، برضو من اسمها بريزيستنت يعني ثابت يعني مستمر يعني لازق، هو اكتئاب ما بيروحش. طيب بيقول لك ان ليه اسم تاني اللي هو الدايثيميا. هل الاكتئاب ده عشان هو بريزيستنت فهو سيفير اكتر من الميجر ديبريسيف ديس اوردر؟ لا، هو اقل سيفير، ولكن هي مشكلته في البرين هو بريزيستنت مستمر معاك اكتر من سنتين. تمام. اخر نوع معانا اللي هو البريمنسترول ديسفوريك ديس اوردر، ده من اسمها برضو بيجي مع المنستريويشن. طيب امتى بالظبط؟ بيجي مع في الديز والويكس ليدنج اب للمنستريويشن بيريود، يعني ما بيجيش في المنستريويشن، في الايام اللي قبل على طول الايه المنستريويشن المنستريوال بيريود. طيب هو اصلا بيجي لاي حد؟ يعني بتيجي كده لاي بنت؟ لا، بيجي كسيفير فورم للبي ام اس. البي ام اس اللي هي الاعراض عادي، مكتئبه شويه، زعلانه شويه، متضايقه شويه، وهكذا. انما ده سيفير بقى، ده ليفل عالي اكتر بكتير من الايه البي ام اس العادي. وقلنا بيجي فين؟ بيجي في الليدنج اب دايز وويكس قبل المينستريال بيريود. بس كده يبقى احنا كده خلصنا الجدولين اللي عندنا الحمد لله. نلمهم تاني سريعا جدا جدا جدا. عندنا اول تلاتة اللي هما بيبقوا فيهم اعراض حركية وكده فحطناهم مع بعض. ثانية. كانوا الميلانوكوليك ديبريشن والاتيبيكال ديبريشن والكاتاتونيك ديبريشن. هنقول بسرعة الحركة بس كده. الميلانوكوليك كنا بنقول فيها ان هو بيبقى فيها سايكو موتور ريترديشن، كل حاجة متأخرة، كل حاجة بطيئة. الاتيبيكال كنا بنقول فيها ان ده بيتميز بليدن باراليسيز، يعني ايه؟ يعني في عنده سنسيشن اوف الهيفنس في الليمبس. الكاتاتونيك كنا بنقول ان الشخص ده لا اما بيبقى اموبايل ايام، لا اما بيبقى بيعمل بيزار موفمنتس ايام تاني. شكرا. النقط اللي فوق دي يعني خلاص سهله ونعديها، يلا نعديها. النوع التلقى خمس انواع التانيين من اسمائهم ديبريشن ويز انوكسيوس ديستريس، يبقى ده شخص عنده انكزايتي مع ديبريشن او المانيا. تمام. تاني حاجه ديبريشن ويز بيري بارتيوم اونست، دي الست اللي بتخلف او في اخر شهور الحمل وتبدا ان هي عندها significant و intense depressed mood، مود مكتئب جدا ومش قادره انها تمسك طفلها ولا اي حاجه من الحاجات دي. قلنا بتبقى امتى؟ قلنا within 1 month من delivery او وهي حامل في اخر شهور. تمام. بعد كده seasonal affective disorder، يبقى ده المرض او الاكتئاب اللي بيجي في الفصول. بيجي في انهي فصول؟ بيجي في الفصول الشتاء autumn والwinter. طيب بيكمل معايا في الصيف والربيع؟ لا، بيختفي. طيب اي حد يبدا يكتئب في شهور الشتاء يبقى مريض اكتئاب؟ لا، لازم يبقى معاه الكرايتيريا 2 2 2 ان هو يبقى عنده نوبتين اكتئاب في فصول الشتاء اللي هم يعتبروا فصلين الشتاء يعني لمده سنتين او اكتر. تمام. اللي بعده البريزيستنت ديبريسيف ديس اوردر، اللي هو شخص عنده اكتئاب مستمر اكتر من سنتين. بيبقى سيفير ولا ليس سيفير؟ لا، ليس سيفير عن الميجر ديبريسيف ديس اوردر. شكرا. اللي بعده البريمنستريوال ديسفوريك ديس اوردر، دي ان ايه الاكتئاب اللي بيجي مع المنستريويشن بيريود. بيبقى سيفير فورم من البي ام اس، البي ام اس اللي هو البريمنستريوال ديس اوردر. وبيجي امتى بالظبط؟ بيجي في الدايز والويكس ليدنج اب للمنستريوال بيريود.
بعد كده الكلمتين عن السوسايد بقى سريعا جدا جدا، يعني هنحكيها في قصة كده وخلاص، علشان هي يعني مش هقدر نسكمها مع التسكيمات اللي قبل كده والتسكيمات اللي بعد كده، يعني هيجرالنا حاجة. بيقول لك عشان تبقى عارف اولا ان في 700,000 شخص او اكتر بينتحر كل سنة، وان الاحصائيات قالت ان الانتحار هو رابع كوز لل انا اسفة الوفيات في الاعمار ما بين 15 ل 29 سنة. القصة بتاعتنا بلطافة جدا اللي احنا هنبدأ نتكلم على فيها عن الريسك فاكتورز، بيبقى شخص عمره بيتراوح من 15 ل 29 زي ما قلنا فوق، بيبقى بنت او ولد، الجندر بتاعه هو بيختلف في ايه الجندر، ان الست بتبقى اكتر انها تفكر في الانتحار، اكتر انها تبدأ ترسم بلينز بقى وخطط وتقعد تكتب نوتس بقى واعترافات وسامحوني والكلام ده، ولكن اللي فعلا بينفذ الحركة دي الميلز، الرجالة دول باشا، عشان هما طرق استخدامهم كمان اصلا للانتحار بتبقى الحاجات اللي هي يعني كده مش هتتلاحق، البنت هتاخد حبوب ولا حاجة فهتروح ويغسلوا لها بطنها ويعملوا لها حليل، انما الراجل اللي طخ نفسه طختين ده خلاص هنلحقه ازاي؟ فيبقى الايدج وبعد كده الجندر، يعني بيختلف اللي بينفذ واللي بيفكر اكتر. تمام، الشخص ده طبعا بيبقى mentally healthy unhealthy، وكمان بيبقى physically غالبا unhealthy زي ما قلنا ان الشخص ده عنده مرض مزمن خلاص بقى هو مش عاوز حاجة، ممكن يبقى كمان عنده history of violence، بيتعرض للعنف كتير زمان، تعرض لsexual abuse زمان، كمان عنده حد في عيلته انتحر او جرب على الاقل ينتحر، الشخص ده عنده مسدس في بيته او عنده سكينة حامية في بيته محميها عشان ينتحر، الشخص ده كان قاعد في السجن لمدة طويلة جدا من عمره، يعني مثلا 40-50 سنة وبعدين جاي يخرج، اللي هو بقى يعني هخرج اعمل ايه بقى، او ممكن يبقى لو لسه شاب صغير ادولسنت قوي متلمع على شلة صحاب كده كل أفكارهم سوداوية ويلا بقى ننتحر بقى يلا بقى نقوم نعمل نموت نفسنا ومش عارفة ايه، ويقعدوا يعبوا دماغه وأفكاره بالانتحار، وفي الآخر هو يروح ينتحر وهم أصلا ممكن يكملوا حياتهم طبيعي جدا، وعدى بتروما ايفنتس. فدي كلها الريسك فاكتورز اللي للشخص الايه اللي سوسايد، يبقى هو واحد عنده 15-29 سنة غالبا اللي بي سوسايد بيبقى راجل، هيبقى physically و mentally unhealth، عنده حد في عيلته انتحر وعنده حاجة في البيت، عنده حد في عيلته انتحر وحاجة في البيت ينتحر بيها، عنده تروما في حياته، ممكن يبقى شخص كان في السجن لمدة طويلة، وممكن يبقى شخص متلمع على شلة ايه فاسدة. طيب ايه هي الريد فلاجز بقى او الورنينج ساينز بتاعتنا اللي هتقولك احذر اختاه احذري الشخص ده هينتحر؟ برضو سريعا جدا، ان الشخص ده دايما وهو بيتكلم تحس انه ما عندوش امل وشايف كل حاجة سودة وشايف انه مزنوق وانه عاوز يهرب من الدنيا. طب ما هو هيهرب من الدنيا ازاي؟ هينتحر. طيب تمام، الشخص ما بقاش قادر يتحمل التعب الجسدي اللي عنده، ما بقاش قادر كل يوم كومبليكيشنز مثلا للمرض وكومبليكيشنز للدواء، خلاص هو ما بقاش قادر. الشخص دون دايما مركز على الافكار السوداويه زي ما قلنا فوق ما عندوش امل، هنا برضو مركز على الافكار السوداويه، مركز على فكره الموت. الشخص دون دايما حاسس ان هو عبء على اهله، عبء على اصحابه، فاللي هو ايه انا هموت بقى ايه واريحهم مني، هنتحر واريحهم مني، دايما حاسس بالذنب، دايما حاسس بالعار لشيء ما. يبقى الشخص ده بدا انه يخطط وزي ما قلت بيرسم طريقه الانتحار، بدأ انه اخر واحدة خالص انه يعمل نوت، يكتب نوت يكتب فيها كلمتين حلوين كده، او يبدأ يعمل وصية يلم حاجاته دي كلها، حاجات اللي هو خلي بالك الشخص ده يعني بدأ انه هو كمان giving saying goodbye، بدأ انه هو يودعك كده وقال لك ابقى زورني ابقى عامل كده اقري لي الفاتحة ادعي لي كده، اللي هو انت اتحسيت من طريقة كلامه انه هو بيودعك. الشخص عنده غضب جامد جدا، الانكزايتي برضو تبقى كتيرة جدا لدرجة ان افكاره مش مخلياه عارف يعمل اي حاجة حرفيا في حياته من كتر قلقه من كتر افكاره، فاللي هو بقى ايه انا هسكت الافكار دي ازاي هقوم انتحر، وهكذا بقى. فيه برضو تشينجت في الايد والسليب، بس دي حاجات يعني اقل بكتير من باقي الاعراض. تمام كده، يعني سلايدين خفاف كده لطاف،
علشان ايه نرجع بقى ايه بحماس لايه للدياجنوزس بقى. لو فاكرين ان احنا كنا قلنا ان الديبريشن ابيزويدز عشان نقول ان كاتيجورايز ات الى مايلد ومودريت وسيفير كنا بنقول بناء على حاجات، فاحنا دلوقتي هنكاتيجورايز ات، هنقسم هنشوف دلوقتي المايلد والمودريت والسيفير، وبناء على الحاجات اللي احنا كنا قلناها اللي هي ايه، اللي هو النمبر بتاع السيمتومز والانتنسيتي او السيفيريتي بتاعتها، وهل الامباكت بيأثر على الفانكشن على حياتك على وظيفتك ولا لا. طيب اول حاجه معانا خالص اللي هو الشخص اللي لسه سب ثريشولد ديبريسيف سيمتومز، عنده لسه اعراض، هو تحت لسه مستوى سب ثريشولد، تحت مستوى الاكتئاب، هو لسه بري ديبريسد، ما دخلش في اكتئاب، بس يعني ده يبقى محتاج ان هو يتلاحظ عشان ان احنا اصلا ما نخشش في الموضوع في الاكتئاب، يعني ليه يعني لا حاول ايه نركز معاه. طيب الشخص ده عشان اقول ان ده سب ثريشولد ايه الكرايتيريا بتاعته؟ قالك يبقى عنده 5 اعراض او اقل من 5 اعراض، اللي هما مين؟ من 11 من انا مش عارفه ليه ماسكه في 11، من ال10 اعراض اللي كنا قلناه قبل كده، يبقى عنده اقل من 5، يبقى ده كده سب ثريشولد ديبريسيف ديس اوردر. طيب تاني حاجه هنبدا بقى المايلد، ده هيبقى عنده 5 اعراض فيما اكتر بلس اونلي ماينور فانكشنال امبيرمنت، زي ما قلنا النمبر اللي هو اكتر من 5 اعراض، الانتنسيتي اللي هو يعني تبقى شدتها، هنا شدتها هتبقى مايلد، وبعد كده الفانكشن هل هو اتأثر حياته اتأثرت بالديس اوردر ده، بس هيبقى اونلي ماينور فانكشنال امبيرمنت اللي هو بس يدوب مثلا بقى ايه يعني ينزل الشغل على مضض شويه مثلا، يعني متضايق وهو نازل، او مثلا لو في حاجات مش مهمه قوي ما ينزلش، لو مثلا خروجه مع اصحابه ممكن يتلكك برضو وما ينزلهاش وهكذا. بعد كده المودريت، وهنا بتبقى السيمتومز برضو اكتر من 5 بلس الفانكشنال بتاعه الامبيرمنت، بيبقى من المايلد للسيفير، بدا يبقى اكتر شويه، بدا انه ما ينزلش غير للضروره. طيب وبعد كده هيبقى السيفير برضو السيمتومز بتاعتنا اكتر من 5 7 8 10 و markedly interfere with functioning، يعني هو حرفيا ما بينزلش، هو انا هشتغل اونلاين انا مش نازل الشغل. وبيقول لك ان السيفير ديبريشن كنا قلناها في النوتس ورا، ان السيفير ديبريشن ممكن يصاحبه سايكوتيك ديس اوردرز او يعني سيمتومز زي مين؟ زي الديليوشنز، ممكن يجي له هالوسينيشنز ممكن، ولكن ليس كوملي. تمام احنا كده قلنا الدايجنوزس، يعني مفيش اسهل منه، هما 5 انواع، اول حاجه السب ثريشولد، وبعد كده المايلد المودريت السيفير، 4 انواع سوري، وكلهم بنشوف فيهم النمبر، اول واحده اقل من 5، بعد كده كله هيبقى اكسسيف عن 5، واللي بيختلف معانا بقى الفانكشن، هيبقى الفانكشنال امبيرمنت بتاعه هيبقى اونلي ماينور يبقى ده مايلد، ولا ما بين المايلد لغايه السيفير يبقى ده مودريت، ولا هو ماركتلي انترفير خلاص يبقى ده شخص عنده سيفير ديبريسيف سيمتوم. طيب بعد كده التريتمنت، بيقول لك ان اللي بيميز السايكاتري عن بقيه الحاجات التانيه اي امراض تانيه، ان هو بنلجا فيه لطريقتين علاج، طريقه واحده مش كفايه، بنروح اول حاجه للتريتمنت اللي هو ثانيه واحده السايكوثيرابي اللي هو العلاج النفسي، الجلسات اللي الدكتور بيقعد يتكلم مع المريض، وبعد كده بنلجأ للفارما او بالتوازي معاه بنلجأ للفارماكولوجي اللي هو العلاج بقى الدواء. طيب انا ليه باخد ده وليه باخد ده؟ انا باخد اللي هو الثايكو ثيرابي ده اللي انا عشان اقعد مع المريض وابدا اصلح له الافكار اللي عنده، المشاكل اللي عنده، ايه مشكلتك، ايه اللي دخلك في الاكتئاب مثلا، اللي هو فقد حد عزيز، ولا مثلا تروما من الطفولة، ولا مثلا افكار غلط عنده هي اللي مأزمة عليه يعني مسخنة عليه عيشته كده ومش قادر ومتضايق من كل حاجة وكده، ولا ايه؟ طيب انا ليه بدي بقى فارماكولوجيكال تريتمنت؟ علشان اصلح الاعراض، ما انا مش هعرف اجيبه كل مرة جلسة يقعد ويروح من عندي لسه موده وحش، لسه مش قادر ياكل، لسه مش عارف ينام، لسه لسه لسه، فانا هصلح الاعراض دي بالايه، بالدواء بقى ايه اللي هو المفروض انه هيظبط لي السيروتونين والنورابينفرين والكلام الجميل اللي احنا كنا قلناه في البيولوجيكال ده. لا طيب
اول حاجه في السايكوثيرابي اللي هو الكوجنيتيف اند بيهيفيرال ثيرابي، هنتكلم عنه دلوقتي كمان شويه بالتفصيل، اللي هو العلاج المعرفي السلوكي. ده نوع، في نوع تاني اسمه انتربيرسونال ثيرابي، وده اكتر بيهتم بان هو بيعالج طريقتك وارتباطك واللي حواليك والناس القريبين منك. بعد كده السايكو دايناميك ثيرابي، وده اكتر علاج تحليلي نفسي، يعني عميق شويه، بيخش في نفس البني ادم شويه. طيب الفارما زي ما احنا لسه قايلين هيبقوا التي سي اي، الاس اس ار اي، والاس ان ار اي او الاس اس ان ار اي. بعد كده عندنا ثلاث انواع كده كمان، اللي هم الاي سي تي، الالكترو كونفالسيف ثيرابي، اللي هو العلاج بالكهرباء، جلسات كهرباء. ثانية يا شباب، انا مش عارفة ايه المشكلة. طيب الترانسكرينيال ماجنتيك استيميوليشن، ده التحفيز بس مغناطيسي مش كهرباء، يعني عندك كهرباء وعندك تحفيز مغناطيسي. وبعد كده اللايت ثيرابي، علاج كده باللايت بسيط، يعني كده بيحاول يحسن من ايه السيفيريتي بتاعت الاعراض مش اكتر. وثلاث انواع اللي تحت دولت بنستخدمهم لما بين فيلير ان احنا ما نعرفش يعني ان احنا نعالج بالطريقتين اللي فوق دولت، لان هما دولت الطرق الرئيسية. تمام، نمسك بقى واحدة واحدة كده نسكمها ونفهمها سريعا جدا. اول حاجة الـ SSRI، نسكم الاول حاجة الايه الحاجات بتاعتها. الـ SSRI هم عبارة عن اتنين فلو، اتنين سيتا، واتنين مختلفين. اتنين فلو، اتنين سيتا، اتنين مختلفين. اتنين فلو اللي هو الفلوكستين والفلو فاكسامين، اتنين سيتا اللي هم السيتالو برام والايسيتالو برام، اتنين مختلفين اللي هم السيرترالين والباروكزيتين. شكرا كده سكناه. ال SSRI من اسمها هي سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهيبيتور. يعني ايه؟ يعني انا بمنع، لو فاكرين ان كان عندنا سيروتونين ونور ابنفرين ودوبامين بتنزل المفروض من البري سينابت في الكليفت وبعد كده تروح تمسك في الريسبتورز، اللي بيحصل عند الشخص ده ان هي بتبقى قليله او ان هي بترجع تاني، البري سينابت بيرجع يشفطها، فانا بقى بدي دواء يمنع الري ابتيك ده، يمنع ان هي ترجع تمتص تاني تطلع تاني، فتبقى بكميه كبيره في الكليفت فتروح تمسك كويس في الريسبتورز بتاعتها فيبدا الاعراض تختفي. هو ده باختصار طريقه شغل الدواء. طيب بعد كده الاس اس ار اي ده ويل توليريتد، والدكاتره بيحبوا يستعملوه جدا لان الافكتس بتاعته او سايد افكتس بتاعته دايما بتبقى مايلد، ما بتبقاش بالشكل المبالغ بيه اللي يضايق المريض او كده، يعني مجرد نوزيا، دايارية، ممكن اجيتيشن، انسومنيا، هيدك. وكمان الحاجات دي مش دايما، هي ممكن تبقى اول 3 ايام في الدواء او حاجه وبعد كده بتبدا خلاص ترتاح وتتعود على الدواء وكل حاجه بتبقى ايه بيس وتمام. طيب الحاجة برضو المهمة معايا في الـ SSRI، وده ممكن يبقى سؤال امتحان، اللي هو السيروتونيرجيك سندروم. بيقول لك ان دي حالة رير جدا انها تحصل، بتحصل بس مع الاشخاص اللي تعبانين جدا، very ill psychiatric patient، وكمان بياخدوا multiple psychiatric medication، بياخدوا كذا دواء نفسي، فساعتها من كتر الادوية اللي هو بياخدها وهو كمان already تعبان جدا بيبدأ تحصل له الاعراض بقى دي، اعراض اللي هي مش طبيعي انها تحصل. اللي هي بقى ايه الاعراض دي؟ يعني يبقى عنده high fever, seizures and heart rhythm disturbance، حرارة، ويبدأ يبقى عنده تشنجات، ويبدأ يبقى ضربات قلبه، ويحس ان ضربات قلبه يا دكتور مش منتظمة. تمام كده؟ طيب في المقابل على طول ال SSRI هناخد ال SNRI. ال SNRI اللي هي بقى ايه؟ serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. طيب يبقى دي عندها دول اكشن كومبوننت، بتشتغل حاجتين، بتريابتيك، بتمنع ريابتيكينج السيروتونين والنور ابنفرين. مثال الدواء، هو عندنا دواء واحد بس اسمه الفيلا فاكساتي فاكسين، فيلا فاكسين، فيلا فاكسين، فيلا فاكسين، ماشي. الفيلا فاكسين ده اصلا بيقول لك ان هو سيروتونين ريابتيك انهيبيتور، لو انت خدته في اللو دوز يعني دوز صغير 50 كده ولا حاجه هيشتغل حلو جدا سيروتونين ريابتيك انهيبيتور. طيب لو انت خدته بقى بدوز عاليه، لقوا ان هو بيقدر ان هو يمنع ريابتيكنج للسيروتونين والنور ابنفرين كمان، فعلشان كده اتصنف لوحده اس ان ار او. تمام كده، هما دول الكلمتين المهمين هنا، ان هو انه اسمه فيلا فاكسين، ولو استخدمته كلو دوز هيبقى اس اس ار اي، استخدمته بهاي دوز هيبقى اس ان ار اي. تمام، بيقول ان هو بيشير ميني
of the safety and low side effects characters بتاعه ال SSRI، زي ال SSRI كده اللي هو يعني ال side effects بتاعته قليله وخفيفه خالص، والدكاتره ممكن يدوه بكل سهوله واريحيه للمريض. طيب فاضل كده نوع معانا في الفارماكولوجيكال اللي هو ال TCA. TCA ده اختصار لل tricyclic antidepressant، وبيقول لك ان احنا مسمينها كده علشان هو بيتكون من 3 كيميكال رينجز، 3 حلقات كيميائيه. ماشي يا عم، شكرا على محاضره الكيمياء الجميله دي. اللي بعده بقى واهم حاجه في التي سي اي، هي بتستخدم لايه؟ قال لك مينلي هي بتستخدم علشان تعلي النور ابنفرين في جسمك، يبقى هي مينلي هنا شغاله على نور ابنفرين. بس لقينا برضو انها ممكن عادي تشتغل على السيروتونين ليفل وتزودها، يعني وليه لا ما نزودها هي كمان. تمام، الدكاتره بيستخدموها اكتر حاجه في ايه؟ في المودريت تو سيفير ديبريشن. بس كده احنا خلصنا كده الثلاث انواع ايه ادويه عندنا، اس اس ار اي، اس ان ار اي، تي سي اي. اس اس ار اي كانت بتري ابتيك انهبيتور السيروتونين بس، اس ان ار اي كانت تري ابتيك انهبيتور للسيروتونين والنور ابينفرين دول اكشن، والتي سي اي كانت مينلي بت انكريز ان ايه ان النور ابينفرين. ممكن تشتغل على السيروتونين ممكن. بعد كده السيروتونين كلهم يعني كلهم مايلد افكت، سايد افكتس بسيطه جدا، شويه نوزيا، شويه دايريه وغيره. طيب اسماء الادويه، احنا ما نسينا نقول اسماء الادويه دي. اسماء الادويه اول حاجه خالص الاس اس ار اي، قلنا ان اتنين فلو واتنين سيتا واتنين مختلفين، اتنين فلو الفلوكسيتين والفلو فاكسمين، واتنين سيتا اللي هو سيتوبلاهر سيتالو برام وايسيتالو برام، واتنين مختلفين اللي هم الباروكزيتين والسيرترالين. طيب بالنسبه للاس ان ار اي هو واحد بس اللي هو الفيلا فاكسين. بعد كده التي سي اي بقى دولت كلهم اميتريبتالين، بروتريبتالين، نورتريبتالين، ديزي برامين، ايمي برامين. طيب دول علشان بقى نسكمهم وكده يعني صعبه شويه، فاحنا ممكن نسكمهم بالمقطع التاني بس ما تسكمهمش بالاي ان اي علشان التانيين برضو فيهم اي ان اي كده ما عملناش حاجه. فانت تبدا تسكمهم من اول تريبتالين او البيتالين زي ما انا عامله لها بولد كده، من اول تريبتالين والبرامين، وان شاء الله يعني ايه هتعدي معاك. وانت اصلا ان شاء الله يعني من كتر الحل خلاص هتبقى حفظت الادويه، ده ايه وده ايه وده ايه. او ممكن بقى باللي هو يعني نحفظ التنين الاس اس ار اي والواحده الوحيده بتاعه الاس ان ار اي اس ان ار اي، وبعد كده اللي يتفضل نحطهم في التي سي اي. طيب نخش بقى على العلاج السايكوثيرابي. طبعا في كلام رغي كتير جدا بس احنا هنحاول عشان هي ليها اصلا محاضره لوحدها، احنا هنحاول بس ان احنا يعني ايه نفهم مع بعض كده الدكتور بيعمل ايه في الجلسه. اول حاجه الكوجنيتيف بيهيفيورال ثيرابي اللي هو علاج معرفي سلوكي، هو اصلا كان في علاج معرفي لوحده وسلوكي لوحده، وبعدين لما بداوا ان هم يستخدموا الاثنين مع بعض في مريض الانكزايتي ومريض الدبريشن لقوا ان هو بيدي يعني نتيجه حلوه جدا، فخلاص بقى جمعوهم على بعض وبقى اسمه سي بي تي. تمام تمام. طيب ايه هو بقى في السي بي تي ده الدكتور بيعمل ايه، بيركز على ايه؟ هنا الدكتور بيحاول ان هو يعالج الافكار بتاعتك المشوهه والسلوكيات برضو اللي هتبقى مشوهه الناتجه عليها. ليه؟ هو اي حاجه اصلا احنا بنتعرض لها في الدنيا بنستقبلها ازاي؟ اي حاجه احنا دلوقتي تعرضنا لحاجه بنبدا نستقبل لها، نكون لها مشاعر ونكون لها افكار. ابدا اكون مشاعر ناحيه الحاجه دي مثلا، اللي هو مثلا عندنا امتحان فهبدا اكون له مشاعر اللي هو القلق والخوف وكده، وافكار اللي هو يا لهوي ده انا مثلا هسقط مثلا ومش مذاكرش كده، وبعدين هبدا ادي بقى بيهيفيور رد فعل اللي هو انا مثلا هتكسل ومذاكرش او اقعد حدا حفزني اكتر اقعد اذاكر وهكذا. دي اي حاجه، اي حاجه عامه. فهو بقى هنا بيحاول ان هو يعدل الافكار بتاعتك المشوهه دي، وبالتالي يعدل سلوكك اللي هو بقى ايه هيبقى كله كئيب، كله ضلمه، كله ديبريشن بقى، كله مود وحش، كله قاعد في البيت، كله لوف كونسنتريشن وهكذا. تمام، دي بتبقى فعاله فعلا في انواع كتيره من الاكتئاب اللي هو بتبقى مشكله الشخص فيها فكره معينه او يعني طريقه تفكيره فيها مشكله. طيب دكتورة مديها مثال يعني عشان يبسط الموضوع، بس انا حاسه انه مش مبسط الحاجة، ان بيقول ان الدكتور انت هتروح للدكتور مثلا وهو خلاص عارف ان انت عندك مشكله في ان انت شايف الدنيا مثلا سوداويه وكده، فهو هيبدا الدكتور يقول لك مثلا خد الجورنال ده وابدا تابع كل الاحداث بتاعه الاسبوع مع بقى مع نفسك،
وتعالى قول لي انت شفت ايه ورياكشناتك ايه وكلام كده، هيلاحظ ان رياكشناتك تلقائيا كلها نيجاتيف. انت مش شايف غير الحاجه الوحشه في القصه، انت مش رايح غير على صفحه الحوادث، انت مش شايف غير الناس اللي ماتت وهكذا، تمام كده. وهو بقى المفروض ان هو يبدا يعالج بقى من الموضوع ده، اللي هو بقى انت لا عايزين نركز بقى على الجانب التاني، عايزين نحسن افكارنا، طب انت ليه بتفكر كده، طب لا وهكذا. فهو بيقول لك بقى هنا اهو ان الهابيتشوال نيجاتيف ريسبونسز تو ايفنتس دي كده، دي ده 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 تشوه تفكيري معروف واسمه اوتوماتيك نيجاتيف رياكشنز. هو اوتوماتيكالي كده بيبدا يطلع ردود افعال نيجاتيف، اللي هو الشخص اللي عنده اكتئاب ده. وده وان باترن بس من التفكير، لان في طرق تفكير تانية زي مثلا الاول اور ناثينج ثينكينج، اللي هو الشخص اللي دايما بيقول لا اما هعمل كل حاجه ومش عارفه ايه، لا اما مش هعمل ولا حاجه. ده قريب اكتر للتايب ايه بيرسوناليتي، اللي هو الشخص الايه البرفكشنزم، اللي هو بيحب يعمل كل حاجه بالظبط وكل حاجه. طيب في تفكير تشوهي تاني برضو، مشوه تاني برضو، اللي هو الاوفر جنراليزيشن، الناس اللي هي بتحب تعمم كل حاجه تعممها برضو، ده غلط. في برضو مثلا الناس اللي هي بتشخصن الامور، كل حاجه بتاخدها على نفسها، كل حاجه بتاخدها على نفسها، فدي كلها طرق تفكير مشوهه. الدكتور بيقعد مع المريض لما تبقى هي دي المشكله ودي الحاجه اللي مقرقاه وهي دي الحاجه اللي مدخلاه في اكتئاب، يبدا ان هو يحسن منها ويساعده. تمام. طيب لو بقى مش دي المشكله، وفي المشكله بقى عندنا اكتر في علاقته مع اهله، في بقى مشاكل بقى في الفاميلي، مشاكل مع الفريندز، مش عارف يتعامل معاهم، منعزل عنهم وغيره غيره غيره، يبقى هنا هنلجأ للانتر بيرسونال ثيرابي. ايه الانتر بيرسونال ثيرابي؟ هنا بيبقى نوع من العلاج بيفوكس قوي قوي على الباست والبريزنت سوشيال رولز والانتر بيرسونال انتر اكشن. انت بتتفاعل مع العلاقات الاجتماعيه بتاعتك ازاي، يبدا يشوفك بتتعامل معهم ازاي، ويبدا اصلا كمان ممكن يطلب منهم ان هو ياخد عنهم معلومات اكتر ويشوفهم وكده، عشان يبدا انه يصلح المشكله دي. لو جينا نبص في اخر سطرين خالص، ان الجول ده الجول بتاعه ان هو ايدنتيفاي الرول بتاع الريليشن شيبس دي في حياتك، هي بتلعب ايه في حياتك، كل دور مهم ليه في حياتك، ويبدا ان هو يشوف ايه المشاكل والصراعات والنزاعات والحاجات اللي انت بتواجهها في تعاملك معاهم، علشان يبدا ان هو يحلها وخلاص كده، ودي الحاجه اللي بتقرقك، دي الحاجه يا عم اللي جايبه لك اكتئاب، ادينا حليناها الف سلام. تمام كده. وبيقول لك ان ده يوجوال ان هو بيبقى بريف مختصر، ما بيبقاش مثلا ياخد جلسات طويله او كده، وبيهتم بريليشن شيب، اكيد هيهتم بعلاقتك مع مين، مع الناس القريبه ليك زي ما قلنا، زي مثلا البارتنر بتاعك، زي اصحابك، لو مثلا مامتك باباك الفاميلي، او المساعدين بتاعك مثلا لو انت مشكلتك اكتر مثلا في الشغل وهكذا. طيب بعد كده اخر نوع علاج اللي هو السايكو دايناميك ثيرابي، وده بقى العلاج اكتر اللي بنستخدمه او اللي الدكاتره بيستخدموه لو انت مشكلتك مش 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 فكره مشوهه ومش مشاكل مع الناس، لا انت مشكلتك جواك انت، حاجه منذ الطفوله وانت مش عارف اصلا انها مشكله، مش عارف ان هي لسه معلمه وعامله لك سكار لغايه دلوقتي. فالسايكو دايناميك ثيرابي ده ليه اسم تاني اللي هو العلاج التحليلي، سايكو اناليتيك، تحليلي نفسي، بيبدا ان هو بقى يدخل في النفس قوي ويبدا يحللك من جوه، بيحاول ان هو يمسك الان ريزولفد يوجوالي ان كونشس كونفليكتس. يعني ايه؟ يعني الصراعات اللاواعيه، انت مش يعني انت مش واعي ان ده اصلا مسبب لك تروما، تمام كده، ويبدا يحلها. وغالبا الحاجات دي يعني الحاجات اللي هي لا وعي دي اكيد هتبقى فين، هتبقى في الطفوله، خلاص اتردمت بقى وضغطت عليها وعشت ونزلت ورحت وجيت، وبعدين دخلت في مود اكتئاب وانت مش عارف مثلا ليه، وبيطلع وبيبدا بقى الدكتور يقعد معاك ويكلم معاك ويكلم في الباست والبريزنت وهكذا، لغايه ما خلاص بقى بيبدا يمسك يحط ايده على المشكله ويبدا ان هو يظبطها. ازاي يظبطها؟ ان هو يخليك مور اوير تو ذير فول رينج اوف ايموشن، يعني يخليك اكتر ادراكا بمشاعرك، وان انت ما تستهونش بيها، ما تركنش مثلا المشاكل، ما لا تبقى اكتر ادراكا بيها واحسن تصرفا معاها. تمام. احنا كده خلصنا التلات انواع دول كمان، اللي هما كانوا السي بي تي، وبعد كده الانتر بيرسونال، وبعد كده السايكو دايناميك او السايكو اناليتيك. يعني يا رب تبقوا فهمتون بشكل موجز ومختصر كده مننا، والحاجات اللي انا ملوناها دي تعتبر اهم كلمات فيها، يعني ان شاء الله
ان شاء الله مش هيجي منها اصلا. طيب ماشي. بعد كده بقى قلنا لو احنا ما عرفناش نعالج بالسايكوثيرابي والفارما، انا كده هضطر ان انا استخدم طرق تانية. طرق تانية زي مين؟ هضطر استخدم طرق تانية. طرق تانية زي مين؟ زي الاي سي تي، الالكترو كونفالسيف ثيرابي، اللي هو العلاج بالكهرباء. ايه هو دون العلاج بالكهرباء؟ يبقى الكتريكال كارنت. طيب لو انا بقى ما عرفتش اعالج بالسايكوثيرابي وبالفارما، يبقى انا كده هضطر استخدم طرق تانية. زي مين مثلا؟ اول حاجه الاي سي تي اللي هو علاج بالكهرباء، يبقى انا بستخدم فيها الكتريكال كارنت، كهرباء بتوصل للمخ علشان تبدا تعمل كونفولجنز كنترولد. انا عارفه ارقامها، انا محدده الفولت بتاعها. طيب يعني وبعدين ده الشكل بتاعها. وبعدين المفروض ان انا ثانيه واحده، المفروض ان انا في اللي هو السطر الثالث اللي هو في الباراجراف الثالث، اللي هو البروسيدور دي بتشتغل ازاي. ان انت لما بتدي له فولتج كهربا وبتعملي كونفالجن وكده، بيبدا ان هو يطلع نيورو كيميكال كتيره جدا للبرين، وشكل زي ما احنا قلنا كنترولد، انا متحكمه بالفولتج بتاعي. فلما يطلع نيورو كيميكال يتحسن من الحاله. ماشي، نرجع تاني نكمل فوق. الاي سي تي ده بنستخدمه امتى؟ قلنا لما الشخص ده ما يستجبش لعدد من الانتي ديبريسنت، وبنعمل له جلسات برضو ما بيستجبش منها، الحاله بتبقى سيفير، بتبقى هاي ريسك ان هي تسوسايد مني، فخلاص انا كده بلجأ للاي سي تي. طيب ماشي، الاي سي تي ممكن يستمر معايا قد ايه؟ قال لك ممكن يستمر معاك من اسبوع لاسبوعين بالكتير، وبعد كده انت خلاص روح انت كويس ان شاء الله. بعدين قال لك بعد كده الدكتور بقى هيقرر بعد ما تخلص الاسبوعين هل انت محتاج تكمل جلسات تاني، يبقى مينتيننس اي سي تي، ولا لا احنا بقى نرجع، ولا احنا بقى نرجع للانتي ديبريسنت ميديكيشنز، للادويه تاني بقى والجلسات بتاعتنا، ولا نكومباين الاثنين مع بعض. يعني كل مثلا فتره نيجي ناخد اي سي تي وتنيك ماشي على الانتي ديبريسنت. كل ده على حسب يعني الحاله والدكتور هو اللي بيقرر والكلام ده. طيب الاي سي تي ده بنديه ازاي؟ احنا قلنا ايه؟ بنديه اندر انستيزيا. ليه بنديه اندر انستيزيا؟ عشان الشخص ما يحصلوش اي بين، وفي نفس الوقت برضو ما يهارش نفس، يعني ما يأذيش نفسه. طيب قلنا بنديه اللي هو الكنترولد كونفالجنز دي، بنديها لمده بتستمر من 20 ل 90 ثانيه بالكتير جدا، وبعد كده خلاص المريض بيبدا يفوق في خلال من 5 ل 10 دقائق، وخلاص الف سلام. ماشي، ايه هي السايد افكتس بتاعه الاي سي تي؟ اهمهم ان الشورت تيرم ميموري اللي هي الذاكره اللي هي القصيره بتريزولف كويكلي. تمام. النوع اللي بعده اللي هو ترانسكرينيال ماجنتيك ستيميوليشن، اللي هو العلاج بالتحفيز المغناطيسي، نفس زي التانية يعني، برضو بتبقى برضو جزيئات كده، برضو بتبدأ انها تحاول انها تحفز مخك، small regions of the brain. والمفروض ان هو الـ FDA اللي هي منظمة الغذاء والدواء يعني وافقت عليها انها تعتمدها كتريتمنت للresistant major depressive disorder، اللي هو واحد عنده اكتئاب resistant ما بيستجبش لأي أدوية ولا أي جلسات ولا أي حاجة، فخلاص اديله بقى ايه الـ TMS. واخر نوع معانا اللي هو اللايت ثيرابي. اللايت ثيرابي ده البرايت لايت اللي هو البرايت اللون الفاتح او الضوء يعني الفاتح ده، لقوا ان هو بيقلل من الاعراض وشده الاعراض بتاعه الاكتئاب. طيب يعني ممكن يفيدني مع مين؟ احنا قلنا اللي فوق بنستخدمهم لو ما فيش بتاعه يبقى ريزيستنت وكده، ده ممكن نستخدمه مع السيزونال افكتيف ديس اوردر. تمام كده، احنا كده بيرفكتو، خلصنا الحمد لله. يعني ايه نلم بقى ايه الدنيا كده سريعا جدا. احنا اتكلمنا عن الاكتئاب، وقلنا الاكتئاب ده اهم حاجه ان انت عندك لمده تقل عن اسبوعين كل يوم معظم اليوم اعراض. تمام جدا. طيب بعد كده قلنا اتكلمنا شويه عن الابيديميولوجي، وبعد كده اتكلمنا على الاسباب او الريسك فاكتورز بتاعتنا. قلنا ان هما 9 حاجات لو فاكرين، 2 4 2 1 2 بيولوجيكال وجينيتك، وبعد كده 4 اللي هما كانوا السوشيال واللايف ستايل، اللايف ايفنتس، الانفلونس بتاع العيله،
والستريسورز، تمام. بعد كده اتنين اللي هما الميديكيشن والميديكال إلنس، واخر حاجه اللي هي البيرسوناليتي. وبعدين قعدنا نشرح كل واحده في شيء كده من التفصيل صغير. بعد ما خلصنا الكوزز او الريسك فاكتورز دخلنا على السيمتومز الاعراض. قلنا ان الاعراض بتاعتنا 10، هنقسمهم الى 5 و5. 5 بتبقى اكتر حاجات بتحس بيها، زي بتبقى ديبريسد مود، تبقى لو كونسنتريشن وميموري، تبقى عندك هوبلسنس في الفيوتشر، تبقى عندك صوص من الـ من الـ من السويسايد، وبعد كده والخمسه التانيين اللي هم حاجات اكتر جسديه، اللي هو النوم بتاعك ديستوربد. وقلنا في النوم ده ان التيبيكالي باترن بتاع الدبريشن بيبقى الانسوميا، بس ممكن يحصل هايبرسوميا، ممكن يحصل تاني حاجه الويت تشينجز، تغيرات، ممكن يتخن جدا، ممكن يخس جدا. بعد كده هيبقى الشخص ده عنده لوس في الانرجي وفاتيج دايما، وقلنا ان اللوس في انرجي او الفاتيج او البين الويكنس ده ممكن يجي منه. بعض الناس تيجي بفيزيكال سيمتومز ولما يجي الدكتور يكشف مهاش هيلاقي اي ميديكال كونديشن موجود قدامه في التحاليل في الاشعة وهكذا. بعد كده اتكلمنا على قلنا كمان الريديوز سكس درايف، واخر عرض الاريتابيليتي. ماشي، كان في كذا نوت كده قلنا منهم دلوقتي الانسومنيا، وقلنا منهم الكالتشر، ان الشخص ده هيبقى عنده significant difficulty في الفانكشن، سواء كان على مستوى الاكيوبيشنال، الفاميلي، السوشيال، الاديوكيشنال، كل الكلام ده. كمان قلنا ان احنا عشان نقول ان الابيزويد دي نكاتيجورايز ات على اساس انها مايلد او مودريت او سيفير، لازم يبقى عندنا حاطين في اعتبارنا ثلاث حاجات: عدد السيمتومز، السيفيريتي او الانتنسيتي بتاعت السيمتومز دي، والامبيرمنت فانكشن، الفانكشنال امبيرمنت على حياته عامل ازاي. ماشي، نروح على طول للدياجنوزز، ننزل تحت على الدياجنوز على طول. قلنا ان هما اربع حاجات، على حسب الحاجات دي اربع حاجات. اول حاجه الثب ثريشولد، اللي هو كان الشخص اللي لسه اقل من 5 اعراض. بعد كده لو الشخص بقى اكتر من 5 اعراض وبدا يبقى عنده ماينور فانكشنال امبيرمنت، ده هنسميه مايلد. طيب لو الشخص بقى عنده اكتر برضو من 5 اعراض وبقى عنده الفانكشن بتاعته بقى امبيرمنت ما بين المايلد للسيفير، يبقى الشخص ده مودريت. لو الشخص ده ماركتلي انترفير مع حياته الاجتماعيه والفانكشن بتاعه، اذا الشخص ده فيري سيفير. تمام، نرجع تاني للبوينتس اللي احنا كنا بنقولها. كان عندنا 2 بوينتس لو فاكرين، عن الاطفال وعن الكبار. الكبار اكتر بيبقى معاهم اعراض في الذاكره، زي ايه؟ زي ان هم بينسوا، بيبقى عندهم سلو موفمنت. والصغيرين بيبقى عندهم اكتر اعراض ان هم سريعين الانفعال وسريعين الغضب، فده ممكن ياخرني ويلخبطني في التشخيص ويخليني اعتبر ان ده نورمال مودنس، ده تقلبات مزاجيه طبيعيه جدا. تمام، بعد كده يبقى احنا كده قلنا السيمتومز والساينز وبالنوتس بتاعتها، وكمان قلنا الدياجنوسس واحنا بنتكلم. ماشي، نرجع تاني للسب تايبس بقى. كنا لو فاكرين قلنا السب تايبس عندنا بقوا 6 انواع، قسمناهم. اول 3 انواع عندنا اللي هم الميلانوكوليك والاتيبيكال، وبعد كده اللي هو الكاتاتونيك. تمام كده، كنا قلنا ان الحاجات المميزه قوي فيهم كانت حاجات اكتر حركيه، ان مثلا الشخص اللي هو عنده كاتاتونيك يبقى دوا بيبقى ساعات الموبايل، وساعات جدا تانية بيبقى بيعمل بيزار موفمنت. الشخص الاتيبيكال بيبقى عنده ليدن باراليسيس، اللي هو حاسس دايما سنسيشن اوف هيفنس في الليمبس. الشخص اللي هو عنده ميلانو كوليك ده شخص بيبقى عنده سايكوموتور ريتارديشن، كل حاجه، كل ردود افعاله متاخره. جميل جدا. بعد كده الانواع الثانيه اللي احنا كنا بنعرفها بقى من اسمها، كان في انوكسياس يبقى نعرف ان دي انكزايتي، كان في بيريبارتم يبقى دي الشخص الست الحامل او اللي لسه والده بقى لها شهر عندها الدبريشن ده. بعد كده السيزونال يبقى دون في شهور الايه الشتاء، وقلنا لازم تبقى لها كرايتيريا معينه 2 2 2. طيب وبعد كده قلنا البريزيستنت اللي هو قاعد معانا لفتره اكتر من سنتين، وبعد كده قلنا البريمينستريوال اللي هو بيحصل في الدايز والويكس ليدنج للمينستريشن، وده بيبقى سيفير بي ام اس. جميل جدا. بعد ما خلصنا السب تايبس اتكلمنا كلمتين كده عن السوسايد، وقلنا الريسك فاكتورز بتاعتها حكيناها في صوره قصه الى حد ما. الريسك فاكتورز بتاعتها بيجي للناس عامله ازاي، وايه هي الورنينج ساينز اللي تقول لي ايه خلي بالك الشخص ده هينتحر، مقدم على الانتحار. واخر حاجه خلص معانا كانت التريتمنت، عملناه في صوره ثلاث اجزاء كده. اول حاجه اللي هو الثايكوثيرابي اللي هو العلاج النفسي، اللي هو كان السي بي تي، بيبدا الدكتور يشتغل على التشوه المعرفي اللي عندك والسلوك الناتج عنه،
ويظبطه. بعد كده الانتربيرسونال اللي هو الشخص الدكتور بيبدأ هنا يشتغل على علاقاتك الاجتماعية ودور الناس في حياتك بشكل احسن عشان تبقى تحل النزاعات والمشاكل دي بشكل يعني احسن بقى، لما انت يبقى حواليك ناس وتعرف تتقبل الناس وتعرف تتكلم مع الناس، ده هيساعدك في حل الاكتئاب بتاعك لو انت مشكلتك اكتر ما ان انت منطوي يعني وبرسوناليتي، هي يعني المشكلة اكتر بيرسوناليتي او كده او في الفاميلي. بعد كده النوع الثالث كان اللي هو السايكو دايناميك، لو انت بقى ايه مشكلتك اكتر تروما من الماضي، دي بتيجي السايكو اناليتيك دي علشان تحل الان ريزولفد انكونشس مشاكل، يعني المشاكل اللي هي الانكونشس خالص انت مش واعي بيها، اللي هي بتبقى غالبا بتبقى جايه من ايه الطفوله. طيب ماشي، قلنا ايه تاني كده، خلصنا السايكو ثيرابي. بعد كده قلنا الفارما، الفارما تلات انواع، اس اس ار اي، اس ان ار اي، والتي سي اي، قلنا كل واحد الادويه بتاعته ونحفظها ازاي، وقلنا ان في كلمتين كده على الاس اس ار اي مهمين بالنسبه لنا، الاس السيرتونيرجيك سيندروم ان هي بتيجي للناس اللي هم تعبانين جدا جدا وبياخدوا مالتيبل انتي سايكوتيك دراجز. تمام، بعد كده قلنا ان في حاجة عندنا اسمها EST والTMS واللايت ثيرابي اللي هي بقى حاجات ببدأ استخدمها لو الشخص دون ما بيستجيبش معايا الادوية وريزيستنت جدا جدا. شكرا جدا يا دكاترة، يا رب ما اكونش طولت عليكم، يا رب تبقوا فهمتوا مني اي حاجة. ما تنسوش تملوا الفيدباك اللي تحت وتقولوا لنا رأيكم يعني، ولو في اي مشكلة يا ريت تكتبوها في السلبيات، انا ما عنديش اي مشكلة في تقبل النقد، بس يعني بالراحة عليا. يلا دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.